بعنوان يا السابع بدينا الحصه الماضيه وصلنا بعنوان عشت يا اردن فينا. الان يا السابع كان من قائل الابيات الموجوده عندك؟ نعم حيدر محمود، حكينا نعرف اسمه. طبعا حكينا انه هاي الابيات يا السابع غير مطلوب فيها الحفظ، فقط قراءة، درس قراءة فقط. يعني مصطفى ارتاح. الآن حكينا يا السابع مطلوب مني الشرح بالإضافة يا السابع ل اسم الشعر، أحسنت، والمعاني. شرحنا البيت الأول والثاني، نذكر هيك سريعا في شرحهم هيك مع بعض يجمع الشرح. يلا أشوف، تفضل رائد. مثل شرح البيت الأول حكينا إنه الشاعر كان يبكي لقلبه لم يخفق بالحب، لم يخفق بالحب إلا في حب الأردن، وما عشق قلبه من الناس إلا الأردنيين. والبيت الثاني حكينا بعض المعاني، وحكينا إنه الشاعر كان يحكي إنه لم تعشق عيون الشاعر ولم تحب إلا مناظر طبيعتها، وهم على جبل وينشرون العبق والشجر. نعم أحسن. إذا هذا كان تفسير أو شرح البيت الأول والثاني يا سابع كما لاحظنا في الأبيات. حكينا يا مس أيضا ما إعراب تنشر العبق، ما إعراب العبق يا مس؟ نعم شو إعراب العبق؟ نعم أحسن. وأيضا حكينا يا سابع ما مفرد روابي، ما مفرد روابي؟ الرابية أحسن. وما مفرد يا سابع الرماح؟ أسامة رمح. نعم أحسنت، أو رمح. شو بدي يصير سابع؟ مين حكينا شبه الجبال بس السمار؟ الأردنيين يا سابع 100%. أحسنت. نبدأ البيت الثالث يا حلوين، أن يقرأ قراءة جيدة. لا تفضل. قوم لغى وشدا شمس وداليا، سبحان من جمع البارود والحرب. يلا الحضر دفتر المعاني والأفكار تكملة للمرة الجاي، عفوا المرة الماضية. يلا أحمد بسرعة حضره. معاني معاني البيت الثالث. بس أحمد مصطفى وجواد بترجعهم آخر حصة، أوكي؟ ترجع الدفتر آخر حصة. يلا معاني البيت الثالث، ما المقصود بكلمة اللظى؟ أحسنت. اللظى لهب. سابع لو سمحت تهدى. لهب النار لا دخان له. هيا مس بسرعة. نكمل، ما المقصود بكلمة شدة؟ نعم أحسنت، وهي بهاي الصورة مكتوب شدة بالألف القائمة. لو سمحت اللي بيحكي يسكت ويكتب معاي بسرعة. الرائحة الطيبة. يلا ما المقصود بكلمة الدالية؟ ما هي الدالية يا حلوين؟ تفضل. نعم يعني هي شجرة العنب الدالية. أحسنتم. عبد الرحمن معاني مهمة في اختبار آخر حصة، ركز معاي. إذا روابي، عفوا دالية، وهي شجرة العنب. ما هو
هو الحبق؟ بسرعة طلع اكتب. ما هو الحبق؟ الحبق هو نبات رشفي وريحته زكية. واللي هو أصلا شو؟ الريحان. رائع. حتى إحنا بلغتنا العامية بنستخدمها. اليوم رح نحط على الوصفة الفلانية الحبق. أحسنتم. أحسن بس. تفضل. نعم رائع. أحسنت يا عبد الرحمن. إذن استشهد لنا بآية من آيات القرآن الكريم. إذن من يضع الحبق في جملة مفيدة مرة أخرى؟ ليش وين دفترك المعاني؟ حطها أشوف. نعم أحسن. الآية الكريمة. آية. نعم أحسن. تفضل مين يعطيني كمان مثال؟ نعم آية أحمد ركز معك. يكفي سابع. الآن بعد ما فسرنا أصعب المعاني من يشرح البيت؟ تفضل. يقول الشاعر أن الأردنيين نار حامية وتفتح على الأعداء ورائحة طيبة وظل دانية على الأصدقاء سبحان من زال فيهم القوة والدين والبر والبر. نعم أحسن. إذا مرة أخرى هلا نحكي الأردنيون يا سابع. يقول الشاعر أن الأردنيين عبارة عن نار حامية على الأعداء ورائحة طيبة للأصدقاء وهم أيضا شمس أي حر. يعني الشمس لما تكون موجودة على الإنسان بتضايقه فبتكون حر عليه وهم دالية. دالية شو فائدتها؟ نعم تعطي ظل للأصدقاء. طيب تفضل شو لك تحكي لي؟ السردنية شبع شعر الأردنيين بالله أبو العتر وشبههم أيضا بالشمس والدالية. نعم أحسنتم. إذا شبههم بالعطر والدالية لأنفسهم وعلى الأعداء نار حامية فيما بينهم. إذا نكتب شرح البيت الثالث. يقول الشاعر ايش يا مس تكتب معي من دون صوت. الأردنيون نار حامية على أعدائهم ورائحة طيبة للأصدقاء وهم شمس أي حر على هلأ ببعد للي مو شايف على الأعداء وداليا وداليا وظل للأصدقاء هذا شرح البيت الثالث. تفضل. لازم نقطع عشان نعرف نوع البحر. البحر الطويل البحر لازم نقطع. خليها شوي بعدين نحكي في الموضوع أحسن. سؤالك كويس. ركز يا. إذا أدى الصورة فنية نذكرها على كتابنا بشكل سريع. بماذا شبه الأردنيون يا محمد؟ شبه شعر الأردنيون بالله وشبههم أيضا بالشمس والتالي. نعم 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 يكفي أحسنت. إذا على طول على دفتر كتابنا نكتب لهم شبههم بالشمس والدالية وإنت بتعرف كل موقع وين كان قصده الشاعر فيه. نعم بس نوصل. هلا نقرأ.
نبدأ البيت الرابع، تفضل. تكتبها على الكتاب هيك بخط صغير. تمام، ممتاز. طيب مرة أخرى اقرأ بصوت مرتفع. يا نخلة العز، شمس العز ساطعة على الربوع الذي أعطيتها الألقة. يا قيس حط لي زائد علامة هون. أحسنت. إذن ما المقصود بكلمة الربوع؟ ما هي الربوع؟ ليه؟ المواضع التي ينزل بها الربيع. نعم، أماكن تنزل بها الربيع. أحسن. طيب ما المقصود بالألقة؟ الألقة اللي تتحدث عنه الشاعر. يلا المحضرين الشاطرين بدهم يتسلوا معي. مثل الألق هو مثل البريق اللي معاه. نعم، رائع. علي بتكتب معي؟ نعم، عشان أتابعك بالقراءة، موضوع القراءة. أحسن. إذن الألق، اللمعان، والبرق. ممتاز. طيب الآن فسرنا أصعب المعاني. الآن من يضع كلمة الألق في جملة مفيدة؟ على موضوعنا السابع، من يضع كلمة الربوع في جملة من إنشائه؟ بس السيارة ربوع كبير. نعم، رائع رائع. كنان دائما جمل رائعة. ممتاز. طبعا في طلاب عندي السابع، رحب أمدحكم يعني شوي، بس عندي بالقواعد مش طبيعي. عمار بالقواعد رائع، بس عمار لو بحط عقله شوي براسه عن جد قواعده رائعة. طبعا في كتير طلاب ممتازين، رائد، محمد ثائر، محمد عرفة، يحيى، محمد العورتاني، ريان، محمد الرماوي، كثير يعني، مش بدي هلا أسماء سريعا، بس السابع لأنه هو جدا قواعده مميزة، بس مشكلته أنه مصطفى برضه، محمد اسمه محمد مصطفى. ممتاز طبعا. طيب نرجع لموضوعنا. اذا يقول الشاعر، نرجع لموضوعنا، بس انا بدي اياكم يا سابع تنتبهوا على حالكم وما تضيعوا هذا المخ اللي ربنا اعطاكم اياه على الفاضي، والله حرام. يخاطب الشاعر قائد الوطن فيقول، يقول يلا انك انت النخله العز والفخار والشمس التي سطعت على ربوع الكفر. ممتاز. إذن يخاطب الشاعر قائد الوطن ويقول أنت نخلة العز والشمس التي سطعت على ربوع الأردن. نعم، نسمع تشبيه الشاعر يا رائد، تفضل. شبه الشاعر قائد الوطن بالشمس التي تنشر أشعتها ونورها على الأرض وتصبح الأرض. نعم، رائع. إذن يا سابع بخاطب الشاعر قائد الوطن ويقول أنت نخلة العز، شبهه بشو يعني؟ بالشمس. نعم، إنه هو الشمس، إنه هو اللي بسطع على ربوع هذه الأرض. يلا نستعجل لأنه بسرعة فيش وقت. معاني البيت الرابع. نعم، حاضر. ربوع، مس أماكن ينزل. نعم نعم، هلا بكتبها. الربوع وهي المواضع. معلش سابع اللي بيحكي معي ما يحكي، لأنه في طلاب بكتبوا ما بطلع على البورد. المواضع التي ينزل. ممتاز ممتاز. التي ينزل فيها الربيع. هاي بالنسبة للربوع. أما يمس الألقى، حكينا هي اللمعان والبريق، المواضع التي ينزل فيها الربيع. أما الألقى، اللمعان والبريق. شرحنا البيت بسرعة.
شرح البيت الرابع الألقى. يخاطب الشاعر قائد الوطن ويقول: أنت نخلة العز والشمس التي سطعت على ربوع الوطن أو على ربوع الأردني. هلا ببعد، يلا كمل معي هون. لا يكفي خلاص، شرح يكون مفصل وشافي ووافي. نكمل يا حلوين. نقرأ البيت الخامس، من يقرأه؟ تفضل. سألتها واحدة خضراء دانية قطوفها وطرفت سيفا منتشقة. رائع، مرة أخرى قراءة الشرح يلا يحيى. سألتها واحدة خضراء دانية قطوفها وتركت السيف منتشقة. الآن الشاعر بتابع الحديث مع سيد البلاد ويقول أنت جعلت هذه البلاد واحة. شو يعني واحة يا مس؟ ما هي الواحة؟ مكان كبير. نعم. ارفع إيدك لو سمحت كنان. نعم الأرض. نعم أحسنت. الأرض التي فيها ماء وحولها الأشجار. أحسنت. نكمل. ما المقصود بكلمة دانية؟ دانية؟ نعم أحسن. متدلية ثمارها. متدلية الثمار. أحسن. متدلية الثمار. ما المقصود بكلمة منتشقة؟ نعم. إذا السيف ماله؟ يعني الشاعر بيقول يا سابع. بعد ما فسرنا أصعب المعاني يقول الشاعر ويرجع مخاطبته: أنت يا سيد البلاد جعلت هذا الأردن واحة من الأمن والاستقرار، ومع ذلك لم تترك السلاح بل بقي ماله مرفوع. نعم رائع أحسنت. ما التشبيه؟ تفضل. شبه الأردن بالواحة الخضراء متدلية الثمار. نعم رائع، الواحة الخضراء متدلية الثمار. أحسنتم. اكتب معي يا مس الله يرضى عليكم سريعا البيت الخامس شرح أو عفوا معاني. واحة وهي الأرض فيها حولها الأشجار. خلص مسألة بكتبها بطريقة صحيحة. خافش. دانية متدلية ثمارها. لا كمان معنى بس. حولها أشجار منتشقا. قيس مجد. محمولا.
إذا هاي هي المعاني. سريعا نكتبها بسرعة محمد بسرعة. شرح البيت الخامس زي ما حكينا. قصي افتحنا الباب نتنفس شوي، مش مشكلة، مش غلط لو تنفسنا. خليكم هادين الله يرضى عليكم. كفي فوضى اللي برا. حاضر. شرح البيت الخامس متدلية ثمارها. شرح البيت الخامس حكينا خلص، خلينا أكتب. والله تهدى شوي. يقول الشاعر: أنت يا سيد البلاد، جعلت هذا الأردن واحد أمن واستقرار. ومع ذلك شاطر بكتب وأنا بحكي. نعم. ومع ذلك لم تترك السلاح والسيف ظل مرفوعا في وجه الأعداء. مرة أخرى راح أقرأ يا مصطفى. يقول الشاعر: أنت يا سيد البلاد، جعلت هذا الأردن واحة أمن واستقرار، ومع ذلك لم تترك السلاح والسيف بل ظل مرفوعا في وجه الأعداء. تمني نكمل. نعم نقرأ البيت السادس بسرعة. اقرأ. فمن أراد الشدى كنا أسفاره، ومن أراد الأذى كنا له الأرض. ما المقصود بكلمة الأرق؟ لما تحكي عند إنسان صار عنده أرق معناته؟ نعم عنده أرق، خاصة الأطفال يعني بحكيك إنه صار معه من الدواء الفلاني أرق نشرب منه، لذلك امتناع عن النوم وبطل ينام بالليل وجن أهله. طب نرجع بس هذا المعنى. أي مس نشرح البيت السادس مرة أخرى. أنا الذي يريد من العثر كنا له الورود والأصهار والأمل والاستقرار. نعم الذي يريد منا الأمان والاستقرار والعطر أعطناه، والذي يريد منا الأذى وبسبب منا الأذى شو بيكون؟ نعم لن نجعله ينام، يعني يكون بنحسنا ويتعامل بطريقة جيدة. يا أسامة أعطيني تشبيه رائع. لا ولا إشي. معاني البيت السادس. هو معنى واحد الأرق، وهو الامتناع عن النوم. يا أسامة تمام بدي تنتبه معي يا مس، بدي تضل مصحصح بس مش أكثر. يا عمار بسرعة الله يرضى عليك. جعلت هذا الأردن محمد. محمد خلاص خلينا مش مشكلة. يلا نكمل يا حلوين. نكتب الشرح
يقول الشاعر، يلا الشاطرين بكتبوا معي. طلع علي هون. يقول الشاعر تابع حصة حصة مع، خلينا مركزين. التي يريد منا العطر. نعم نعم نعم. الذي يريد منا العطر. الذي يريد منا العطر والورد. طيب طولوا روح. سبع سبع. كنا له، يلا بس فيش وقت، مش مشكلة مش مشكلة. شكرا يا مس. أزهار أي السلام، فنحن له وطن. ومن يريد الأذى لن نجعله ينام. لا. نجعل موضوعنا نقرأ البيت السابع يا حلوين، مش مشكلة عادي عادي. البيت السابع. ونحن سواء أمطر الذهب سماء أوطان أوطاننا أو سدة الرمق. سكر يا مصدق الباب. نحن الثانية التوكيد. نعم أحسن أحسن. الآن يا السابع، ما المقصود بكلمة سدت؟ منع. نعم منع التسكير يعني. طب ما المقصود بكلمة الرمق؟ نعم لما تحكي مثلا الرحلة جميلة حتى آخر رمق، يعني آخر ما تبقى آخر شيء. نعم. وأجا عندي الشاعر بقصد فيها الاشتداد. نعم اشتداد الفقر. طب ليش حكى الشاعر مرتين نحن نحن؟ أعطيني رأيك. آه نعم يعني بيأكد بيأكد على أهمية هذا الموضوع. طيب من يفسر، من يفسر معنى البيت؟ يقول نحن الأرضيون نبقى كما نحن سواء أمطرت ذهبا أم حسبت عنا الغيثة أو اشتد بنا الفقر. نعم نحن نبقى كما نحن سواء أمطرت السماء أم حبست عنا المطر، نبقى كما نحن على مبادئنا وعلى عزتنا حتى آخر. نعم أحسن قراءة. حتى آخر رمق. ممتاز. إيش هي؟ والورد كنا له أزهار أي السلام. طيب إذا نكتب من، خلينا نشوف اللي منلحقه لأن الجرس بيرن. إذا سدت بمعنى منعت، الرمق آخر ما تبقى من الرمق، منعت ما تبقى من، خليني أكتب هذا المعنى بعدين خلاص، مع إنه لو إنه خلصناه مش مشكلة مش مشكلة. آه ما في ما في نكتب مش مشكلة. سابع سابع بدي أكتب تفسيره فوق.
فنحن له وطن. هو عشان نفس الفيديو بشرح البيت السابق. إذا مش مشكلة شرح البيت السابع رح أصغر خطي معلش تحملوني. يقول الشاعر خلاص السابع اسمعوني بكتبها الحصة الجاية إن شاء الله نرجع نكتبها. في أي سؤال؟ لأنه شرحها كبير شوي. يعطيكم العافية.